ترأس القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا للحكومة لمتابعة المشروعات الجارية بكل من وزارات الصحة والنقل والإسكان، ويتناول الاجتماع متابعة المشروعات الجارية تنفيذها بكل قطاع. كان مدبولي قد التقى في وقت سابق بوزير الانتاج الحربي الدكتور محمد العصار لمتابعة الملفات المتعلقة بقطاع الانتاج الحربي، حيث استعرض العصار تقريرا حول متابعة موقف عدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروع إقامة مصنع لألواح الطاقة الشمسية والمشاركة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحلية المياه، وكذلك الدعم للمبادرة التي تتبناها محافظة بني سويف لاستخدام أساليب وطرق غير تقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي.